السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. اليوم بسوي معكم مسألة أفخاذ دجاج طريقة سهلة وإن شاء الله أنها بتعجبكم، وهذه تقريبا كل المكونات اللي راح نحتاجها حق أول شيء بنبدأ في البهارات. عندي كمون وينسون حب، بهارات مسالة، كركم، فلفل كشميري، عندي فلفل أخضر حار، وأيضا ملح، ورق الكاري، كزبرة، طماطم، فلفل بارد، ثوم وزنجبيل، بصل، أفخاذ دجاج. إن شاء الله راح أقطعه وأشيل العظم كامل. عيش الوزير أهم شيء، بسوي عيش أبيض. وعندي هنا زبادي، عندي هنا يا طويل العمر كريمة جوز الهند، وأيضا تايجر ومعجون الواحد. إن شاء الله بستخدم كريمة جوز الهند، طبعا اللي ما يفضلها بيستخدم الكريمة العادية اللي هي كريمة الطبخ، وهذه متوفرة في معظم المحلات وفي أكثر من شركة. أيضا معجون الوالي طبعا ممتاز، والوالدة الله يحفظها أعطتها 100%، أنا صار لي يمكن تقريبا أكثر من شهر موجود في البيت، وهذا الإعلان الأول له. تايجر غني على التعريف، طبعا هذا يا طويل العمر مركز نكهة البرياني، وفي عندكم حق اللحم، وفي الدجاج، في البرياني الخالي، فممتاز بمعنى الكلمة. وهذا اللي بيستخدم المرة الأولى ما راح يستغني عنه، خصوصا في الأكل الهندي، ويعطي طعم وايد حلو. فإن شاء الله اليوم راح نحطه في أي مسألة، لازم يكون إضافة التايجر موجودة. هذا عبارة عن زيت البهارات، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا زيت زيتون الوالي، حلو. إن شاء الله الحين بنبدأ في الطبخ. قطعت الأفخاذ شرايح بهذا الحجم، شو ما شاء الله. الحين ببدأ أتبل بهارات المسالة، الملح، فلفل كشميري، زبادي، زيت زيتون الوالي، ونص من كمية الثوم الثوم وزنجبيل. خلطتهم مع بعض، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين بضيف نكهة تايجر. من الغطاء او ملعقة صغيرة. خلاص نترك الدجاج يتبل على جنب، والحين بنبدأ في الكشف. حطيت زيت جوز الهند وزيت زيتون، الحين بحط البصل. فلفل بارد، فلفل حار، كمون وزهرة اليانسون، ورق الكاري، شقرت مع الخضار، الحين بحط الثوم، زنجبيل مع بعض، طماطم، معجون طماطم الوالي، كركم، بحط نص كمية الكريمة، إن شاء الله الحين بفرم كل المكونات بالخلاط الكهربائي. شو ما شاء الله كيف صار اللون. حطيت الدجاج، الحين بحرك، خليه على نار عالية لحد ما يجهز دجاج بالكامل. كمل معي 10 دقائق، الحين بحط الكزبرة، وأيضا بحط باقي الكريم. حرك، بترك على نار وسط لمدة ربع ساعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شكل النهاية لوصفتنا اليوم. علينا عليكم بالف عافية. خلوني أقرب معكم.
بسم الله.